طبعا نامل ان احنا طبعا نلعب على المباراه النهائيه طبعا زي طموح جمهورنا، لكن الحمد لله برضو الحمد لله مديلي اعتقد الحمد لله جاي في توقيت كويس، واعتقد عملنا مباراه جيده، وبطوله برضو تحسب النادي الاهلي وميداليه تحسب النادي الاهلي الحمد لله. يعني طبعا النادي الاهلي دايما نادي كبير، وزي ما انت قلت النادي الاهلي دايما بيكتب التاريخ، حاجه مهمه جدا للجيل دوت اللي هم برضو حققوا ثالث مره او ثاني مره ثالث مره بقى اعتقد يعني ثالث مره ان هم حققوا برضو الميداليه البرونزيه، تحسب لجيلهم، تحسب للنادي، لتاريخ النادي وتاريخهم هم شخصيا يعني. لكن زي ما انت بقول زي احنا طموحنا زي طموح جمهورنا يعني، طمعانين ان ربنا يكرمنا اكتر المباراه النهائيه ان شاء الله، ده نتمنى ان شاء الله المشاركه الجايه ان شاء الله تكون ده هدفنا ونقدر نحققها ان شاء الله باي جيل بقى موجود ان شاء الله. في الاول احنا بدانا برده مش احسن حاجه بالنسبه لنا، وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا بجونين في توقيت كويس جدا يعني، كنا ممكن نحسم المباراه بجون ثالث، لكن رجوعهم في الجون اللي هو الاولاني في نهايه الشوط الاولاني وبعد كده بدايه الشوط الثاني، اعتقد الحمد لله ان احنا رجعنا بشكل احسن واداء احسن وقتال احسن، واعتقد الحمد لله النتيجه يعني كبيره لينا ولجمهورنا، وبشكر اللعيبه طبعا على الجهد ده.